بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم أهل البحرين الشرفاء الذين اليوم لا يستطيعون إلقاء الكلمة أو إعلان التضامن مع أي مظلوم في هذا العالم، لأن أبواب السجون قد شرعت ومباني التعذيب قد فتحت لهم. ولهذا نحن باسم أهلنا في البحرين نعلن التضامن مع أهلنا في القطيف، وتحديدا لأهل العوامية الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإرهاب والدمار والقتل والتهجير، وكل ذنبهم أنهم رفضوا الخروج من منازلهم وتسليم قراهم من أجل بعض الأموال التي لا تسد الجوع ولا تلبي الاحتياجات. ناهيك عن السرقات من هذا النظام السعودي الصهيوني الذي اليوم يمعن في قتلهم وتشريدهم بدم بارد. ولهذا نحن ندعو العالم العربي والإسلامي بالتضامن معهم والخروج لإيصال صوتهم ومعاناتهم للعالم. فكل التحية وكل التقدير والإجلال لهؤلاء الشرفاء في أهلنا، لأهلنا أهل العوامية الكرام.